يلا خذ دروب يلا علي السلام عليكم. هذا المقطع حيكون الجزء الثاني لتحدي مقارنة القوى. سبب عملنا لكم جزء أول وحكيناكم بهداك الجزء بإنه المقطع إذا بيوصل 50,000 لايك رح نعمل لكم جزء ثاني. والمقطع وصل بايله شوي بيوصل رابطه بسندول الوصف. طبعا ما في فرق بيناتنا كلاتنا أخوة أخونا هون حتى من فلسطين. بعرفكم علي علي من فلسطين. تحياتنا كتير كبيرة لأخوتنا الفلسطينية. أنا وعلي رح نكون العراق. أبو سكران وإبراهيم رح يكونوا سوريا. فمثل ما عودنا رح يكون في جلد على كل نقطة بتطلع لصالح أي دولة. فما بطلع لك أكثر. هذا المقطع إذا وصل 60,000 لايك أوعدكم بجزء ثالث. أخوي عيف ما عاد مقارنة القوى. اسمع رح نسوي مقارنة القوى بين العراق وإيران. مثل ما رضيتوا بكندا رح ترضوا في إيران. فوصلوا لي هذا المقطع 60,000 لايك ونعمل لكم جزء ثالث. ما بطلع أكثر. جميع روابط الشباب بتلوها تحت بصندوق الوصف. صلوا سيدنا محمد. يلا نروح ونشوف المقطع. بداية عندنا المرتبة العراق المرتبة 47 أما سوريا 49 فرح نضربهم نفس الشيء تعادل. افتح ايدك علي كفو 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 يلا اعطيني افتح ايدك شدينا جولة نقاش يلا اوكي بنكفي بنروح للي بعدها يلا بسم الله. مجموع السكان عندنا 39 مليون أما بسوريا 18 مليون. يا أخي ليش تسمح لي ليه؟ بعد لورا بعد لورا ادرا بدي يلا والقرآن أسطورية ركبت محلها يلا سقط العجي الله اكبر يلا خذ دروب يلا علي انتم شايفين يعني هلا رح ننجلد اكيد رح ننجلد فنسامح بعض التسامح حلو. طيب اسمعوا مجموع الافراد العسكريين العراق 300,018 سوريا 300,000 انا عندي ما برضى تعا بدل يلا يلا يا يلا مشي الكاميرا علي شبيك ما تقول لي شبيك ما في مرقة ثول خلت مالي يا بدل بدي داك بدي داك بنروح للي بعدها يا رب يا رب العسكريون الناشطون يعني 168 الف بالنسبه للعراق 168 الف والله العظيم بس اخترت مقطع قسما بالله اخترت اختيار اختاره ما له حاجه ما لك تاخذ خلي ايدك يلا بابا يلا والله خلاص يلا يوم نعم علي حلا انت خليته بس شيء تعال وصل طبيعي يلا قلباتي تنزل من القطار تعادل مجموع الطائرات 289 460 اشوفكم على خير ادعمونا الفيديو باللايك تحية للجميع السلام عليكم انا لا افتح خو ماشي افتح وصلوا لي هذا المقطع 60,000 لايك اشفطوا بلاك خو ها يلا ايه لا اله الا الله يا حسبي حسبي الله ونعم الوكيل كفو سراقيين عبامزح هي اول ضربي يا جماعه والله العظيم وشاط جديد بس من ورا التصوير ليه كيف صار من ورا ما لط بعضنا ليك من هون تقشم 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 يلا 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 بابات يلا يلا الحماس 100 يلا هالثواني طائرات هجومية في سوريا أكثر من العراق 134 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كلب حشقق هجوم والله حشقق هجوم خرب الحياة ايش بخ انت رجل أليس فوق فوق لطف سكران يا شلون مضبوط لي
حامي شوبت جوات جوا هيك يعني نو بروبلم نو بروبلم تصافقوا يلا الفيديو اللي بعده يا الله ارحمني شوي يا الله اوه 120 طايله نقر على 100 نقر تحت يا 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 شباب خلص قال بتضحك بالبداية جاب تقبرني يا الله فرق مراد النبي تمسك اسمع في فرق خمس طائرات يعني على وين يكون فرق لو الطائرتين ثلاثة متقاسمين من مع بعض ما كان الا هذاك الجدار ينعنى ايش يا اخوي ايش يا اخوي والله بس دي طايحة على الطائرات بكتافك والله مو اسرائيلي قدامك والله مو اسرائيلي هي ايه بابسين اوه جاهز وين حلت لك لا حوات حوات والله ما لك دولة اوه يلا وضع ايه لا اعطينا زي مجمع اوه اوه هدي هدي خنوم شيلي ده شيلي ايدك مراجلنا تتمدد شفت هداك وين كيف؟ يلا 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 مراجلنا يا عفو الله شو عم يصير؟ شاط شو وضعه؟ الشاط عم ببكي بالزاوية اللي بعدها 32 على 28 لا اسمع اسمع هلا هي بتجي في مرة عفو استعدنا ذكرى يا رب انتوا رايحوا من عذاب الضمير انت خلص فيك هي هي لا بس هاد الشرح سوراقيين بتعرف اذا بنجتمع سوا شو بيصير يا يوم يا يوم ما عارف هيك تحكي يا يوم يا يوم بس لو ضارب مو احسن لك وردي وردي لك بابا انت خبيل جاركم اسول غبك يلعن اخ يا الله ده ارجع لي انت هيك ذكريات ذكريات هسه حبنا خف بعد راحة ذكريات نروح للي بعدها يلا مركبات مصفحة قتالية 13000 على 4000 تعال بس استنى ايش بعرف ايش جاب تليفون ولا جوا راح جيب الثاني ذكريات تعال هون تعال وين ولا هنيك يلا اخوي يلا ذكريات هون علي دروب ماشي يا جماعة هون هون مو هون هون ذكريات ذكريات عم نخذلك هون ذكريات شدة اوكي يا جماعة بنروح للي بعدها مثل ما شفتوا التقدم ما زال إنا ما عطناهم معط يلا شغل شغل قلباتي شغل يا رب ابو مدافع زادي الحركه ابي اكثر 400 عندنا على البور بين عند ابويا دول ذكريات يلا علي يلا معلش اي يا ناوي ها ما راح اخي يضرب خلصت بس يوزا طيب اللي بعدها مدافع السحر ايش هاي مدافع ليش عندكم 2000 هاي هاي اللي هيك وش تضرب الحبل الموشن وعم حرق هيك ابيض واسود معلش صديقي مع بقايا الاقوى يلا يروح لك شو يا الله هدي يوي والله خير روحوها راح يلعن يا اللي بعدها انه والله لا طير ايمانك يلا 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 ابيييييي
رجمت الصواريخ 30-150 أبي إبراهيم ارحمني عن جد راح أعلن اعتزالي. سلام عليكم. سامحكم رح نسامحكم. ده أخوي جوز ما سامحكم. نحن ما راح نسامحكم. أنتوا طيبة أخلاق. هاي أنتوا ضميركم. طيبة أخلاق. يا رب. أنت شنو بشر؟ أنت زربة شنو أنت؟ كمان وحدة. مجموع القطع البحرية. أنا بدي بس 60. تمام خسرنا بسرعة. أنا علي. طلع كل وحدة لون صار. لهون يا جماعة بكون انتهى مقطع اليوم. أتمنى يكون نال إعجابكم. تحية للشباب الطيبة. أتمنى المقطع يوصل 60,000 لايك. انجلدنا جلد مو طبيعي بصراحة. تحية للعراق، تحية لسوريا. أوقف رحمة الوالدي هيك. بس تحية للجميع. نقطع نفسي. السلام عليكم.